السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنقدموا واحد البريوات ولا بسيطلات صغيورين. المهم كل واحد اللي بغى يستعملهم بريوات يطويهم، اللي بغى يستعملهم بسيطلات صغيورين يستعملهم. عندي كما شفتوا الدجاج، ديجا مخلط، دايره فيه لي كبيس صغار ديال الدجاج كما كتشوفوا. وعندي دجاجه صغيره ني تحت هي قطعتها طريفات. عندي البصله، وعندي اللوز، عندي المعدنوس، وعندي القزبر، عندي هاد العود ديال القرفه، عندي الضامه زعفران، عندي الدرس واحد صغير ديال الثوم، ونص معلقه ديال الملح، عندي معلقه صغيره ديال السكينجبير، عندي نص معلقه ديال راس الحانوت، وعندي معلقه صغيره ديال الخرقوم، عندي نص معلقه ديال الابزار، عندي معلقه عاود ديال السمن كما شفتوا، وعندي الزعفران الحر، وعندي زيت الزيتون. دابا ندوزو طريقه التحضير. نجبدو الطنجره ديالنا ان شاء الله، باش نديرو فيها البصله، ونرجع معاك الطنجره. ندير فيها البصله، ندوزها فوق النار، بعدا نشعل عليها البوطه. غندير عليها هاد شويه ديال الملح، هاد شويه الملح هذا. دابا من بعد ما حطيتها فوق البوطه غنسد عليها البصله، غير باش ديك نقص عليها البوطه، غير ديك البصله باش تبدا تشحر بالمجموعه الدجاج وكلشي جبتو حدايا هنا. ونرجع معاكم من بعد ما بدات كتشحر ليا البصيله كما شفتوا. غندلوح عليها الدجاج، هادي الدجاجه اللي قلت لكم ديجا درتها صغيره، قطعتها، ندير عليها هاد الكريس ديال الدجاج. غنديرو هاد شويه ديال البزار، خصناش نديرو البزار اكثر من ديما، البزار ديما يكون ناقص على السكينجبير. خرقوم عود، راس الحانوت، غير شويه من راس الحانوت، ماشي ضروري تكون كثيره. هاد الطامه الزعفران، وهاد شويه ديال الثوم كما شفتو، والسمن، معلقه صغيره ديال السمن، وهذا الزيت مخلطه بين زيت البلديه وزيت الروميه. وشويه ديال القزبر، معدنوس غنخليه حتى الاخر. صراحه القزبر تعطي شي نسمه زوينه. ما غنديرو فيها لا ما لا والو، غنوريكم شنو، حيت اصلا البصله كتطلق الماء ديالها، غير هي ما تيتبغيوش تجهدوا عليها البوطه باش ما تخطفش ليكم والبصله تحرق يدير لكم الحراق، تخسر لكم البصيله ديالك. خليو دائما البوطه ناقصه، غير اون فوا تغليو بحال هكا وتشحروا نقصوا البوطه وتقابلوها مره طلعوا عليها. كما كتشوفوا هذا اللي عبرت به الزيت، درت النص ديالو فيه غير شويه، حنا ما بغيناش نديرو فيه الماء ولكن ضروري غير شويه بيضة. ودابا نغطيو عليه الطنجره، غنبقى ليا غير نزيد عليه الزعفران الحر. غندير الزعفران المجهد شويه، دابا نقصت عليه البوطه، غنغطي عليه، غندير غير دعويه القرفه غير من الفوق. ودابا شويه نحيدو، ما نخليه صراحه غير يطلق النسمه ديالو شويه في الدجاج، غادي نحيدو.
دابا نغطي على الطنجره ديالي ونرجع معكم من بعد. كما شفتوا الدجاج ديالي هو طاب وناقص عليه البوطه، خلي غير نهز الدجاج باش نشرب المريقه ونرجع معكم. شفتوا هذا الشيء اللي خليت في الطنجره، هذه المريقه اللي خليت، يعني مازال مشعله عليها البوطه، غندير عليها شويه ديال العسل. اللي بغيتو ديروا السكر ديروا السكر سنيده، انا بغيت ندير لها غير العسل. من كنبغي الصراحه البسطيله تكون حلوه بزاف، ولكن درنا سكر في اللوز، درنا سكر عاود مع البيض. دابا قلنا العسل، غنديروا شويه ديال نص معلقه ديال القرفه، راه ديجا الدجاج منسم بالقرفه والمعدنوس. دابا راه ديجا شربات الزيت كله، اي زيت لا لحت ملي كتعرفوها لحت الزيت عرفوها انه وجدات، راه ديجا لحت الزيت كما كتشوفوا. لكن بغيت الزيت مازال تنشفوا الزيت، نحاولوا الزيت نقدو نحيدوه بمعلقه ونديروه في شي زليفه نحتاجوه، ما غاديش نرميو. نحيد الزيت بحال هكا، نشوف اللي زايد غتشوفوه معايا من بعد نخدم بيه. دابا خلي غير ندوزو ونخلطو الدجاج ديالنا، نرجع يتحمر كما تشوفوا، ولكن راني واقفة عليه، درت الزيت ودرت فيه ديريكت اللوز، ولكن خاصو ياخد التحميرة اللي زوينة، ما نخلوش يتحمر بزاف حيت البساطون وداكشي راه كتعرفوا اللوز ديال البساطون ما خصوش يكون محمر مزيان حيت مازال كيطيب شويه في البسطيله. حمرت اللوز ديالي وغادي نطحنو، راهو باقي سخون، غنزيد عليه طريف ديال الزبده وكيما شفتوا العسل، غنزيد عليه شويه ديال العسل والماء زهر، غنزيد عليها جوج ديال المعالق ديال السنيده بالحساب. ما بين الصراحه بين الحلاوه تكون، وغنزيد عليها جوج ديال المعالق عامرين ديال الماء زهر. صراحه كي تكون في البسطيله ديالنا ولا البريوات واحد المذاق صراحه واعر، والعسل حيت الحلاوه كما شفتوا درت السكر، ولكن واخا العسل درتو شويه قليل. كما شفتوا شديت هاد لاصوص اللي كان فيه الدجاج، خديت منه النص ديالو خليته في الطنجره، وشويه غير شويه قليل ماشي بزاف اللي درتو هنايا في المقله باش يتشرب. وهذا غندير معاه سبعه ديال البيضات، وعندي العقده ديال اللوز نص زلافه وفيها جوج ديال المعالق ديال السكر سنيده وشويه ديال المعدنوس. شدو الدجاج، صدر ديال الدجاج كلشي نقيناه كيما شفتو، ما خلينا فيه لا شحمه لا حتى شي حاجه، لا شحمه لا عظم لا حتى شي حاجه. غنحاولوا نقطعوه بحال هكاك، الا كنتو غديروا بسطيله كبيره تقطعوش، ولكن الا كنتو ديروا بسطيلات صغارين ولا بريوات تقطع بحال هكا على هذا الشكل، ونديرو في الطبسيل كبير. كما شفتو كملت كاع الدجاج اللي ديجا وناشف، راه يعني ما فيه لا ما لا والو.
دابا نشدو شويه ديال الصوص. ما تيعجبني الصراحه ناشف في الدجاج في البسيطلات، تيعجبني يكون لاصوص ديالو هذيك المريقه عاود تشرب فيه. غنزيد هاد المسيله المعسله ودابا ندوز نخلطو الدجاج يكون مزيان. كما كتشوفوا راه ناشفه. دابا عاد غنزيدو عليها هاد عقده اللوز والبيض. بسم الله. دابا نحاولوا نديروا اليدين ديالنا. دابا ان شاء الله ندوزو نبداو نوجدو نعمرو اما البريوات ولا بسيطلات كيما بغيتو. عرفتو مع هاد العقده اللي درت فيها ديال اللوز راها لذيذه، ذوقوا البيض اللي وجد معاها شحال لذيذ. صافي دابا ندوزو نطويو البريوات ديالنا. نقسمهم على جوج. دابا غنبدا معاكم بالبريوات. درت الورقه ديالي بحال هكا، الثانيه غادي نزيدها هنايا. غناخد شويه ديال هذاك الزيت هذا هو الزيت اللي طيبت به صراحه، الا دقتو بعدا هو الزيت، داكشي علاش بغيت كنبغي نخدم به هو تندير حتى شي حاجه اخرى. ناخد شويه ديال الدجاج كما كتشوفوا، ناخد شويه الدجاج نزيد عليه اللوز. صافي نبدا نطوي. هادو هما البريوات. بسيطلات صغارين كما كتشوفوا غندهن. عندي غير هاد القالب ديال القرعه كما شفتوا، ناخذ ورقه وحده نديرها فيه بحال هكا، وورقه وحده قطعتها على اربعه خرجت لي هاد الطريفات. غنزيد هاد الطريف على حساب اللوز باش ما يتحرقش لي اللوز، وغندير اللوز ديالي. نحاولوا نطويو هاد الورقه اللي درت فيها اللوز، نطويوها بحال هكا. ودابا نعمرو فوق منها. كما شفتوا ما درتهمش ما يجوش غلاضين. نحاول نقسم من هاد الجنيبات، وهاد الجنيبات ما نلوحوهمش، تنزيدوهم في سطيله مع اللوز. ممكن ندير اللوز غندير ليها الزبده نضغطو عليها مزيان. كما شفتو البسيطة ديالي طلعت بحال هكا. دابا كملنا الطي ديال البريوات وكملنا الطي ديال البسيطلات. البسيطلات كما كتشوفو كيجاو راهم شدو راسهم مزيان، جاو زوينين. والبريوات حتى هما هكا حتى هما صغارين
بصراحة جو حلوين بحال هكا. دابا غنطيبو، ندوزو نطيبو من بسيطلات، نشوفهم كيفاش غيجيو ونرجع معاكم. ليكم بسيطلات ديالي طيبتهم، هادو درت فيهم العسل، هنتم بالعسل ودرت فوق منهم اللوز، وزرت فيهم السكر كلاصي واللوز. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، وبقى لي غنقول لكم الى اللقاء.